احلى مسا عليك يا ايلوي، واحلى مسا عليكم جيمرز اند جنتلمان. احمد باجت احييكم من قناه فرجني وفيديو جديد والمزيد من هذه اللعبه الاسطوريه هورايزون فوربيدن ويست. وطبعا الفيديو اللي فات بعد ما انتقلنا ومشينا شويه في القصه الرئيسيه عند مهمه السفاره او السفارات، طبعا كانت حلقه حماسيه جدا يا جماعه، لو شفتهاش انصحكم ترجعوا تشوفوها. دلوقتي نستأنف الميشنز الجانبية التي انبثقت في المدينة التي على بوابة السفارات قبل ما نكمل في القصة الرئيسية. وزي ما تعودنا يا جماعة، زي ما انا قلت قبل كده، محتاج ان انا انمي مهاراتي من خلال السايد ميشنز. زي ما انتم شايفين دلوقتي ليفل 9 ولسه ما مشيتش غير 2 ميشنز بس في القصة الرئيسية. anyway stay tuned، وما تنسوش اللايكات العنيفة بتاعتكم يا شباب، وتشتركوا لو مش مشتركين. وهي بقى نستأنف وانا طيب. اول ميشن عندي اهي، طبعا علامات الاستفهام تضاعفت، وهنا في طريق مسدود يلزم اداه مفقوده. دي غالبا اداه مفقوده هجيبها من تقدم القصه. وفي هنا تو فاست ترافل جنب بعض، ان شاء الله قريب، ممكن على اخر الاسبوع. يوم الخميس هيبقى صعب شويه، ممكن يوم الجمعه اعمل لايف ستريم، مش عارف. سيبوا لي في تعليقات رايكم كده، نقعد بقى نتجول في الحته دي ونخلص بقى علامات استفهام، وممكن نعمل ميشن كده ولا اتنين قبل ما اكمل في القصه بتاعه اللعبه في بالفيديوهات المتسجله. تعال ناخد المهمه دي، في مهمه انا قريب منها دلوقتي، تعال ناخد دي اول. معرفش اسمها ايه بس هنشوفها. ده انا الكلام ده انا عملته تقريبا. ده الراجل واقف على الشرفه ده. اطلع من هنا يدفع ولا ليها لازمه. اتحشرت. ايوه منقذة. انت املي كونوفر، انها منقذة ميريديان لا منقذتك. اسمي ايلوي، ماذا تريد؟ رجاء لا احد يسمع. جنود الكسوف هنا في وادي الرعب. احقا كونوفر؟ ايلوي اول من هزمتهم وتزعجها بهذا الهراء الان؟ البعض هرب للغرب بعد معركة المضطرم. فقد رأيت حارسنا لاروفيك يقابل أحدهم. حاولت التنصت لكنهم رأوني، وحاول لاروفيك قتلي. لقد قاومت مجبرا. مع الأسف لا يوجد دليل دامغ بربط لاروفيك بالكسوف. ولأن كونوفر لم ينكر قتل زميله، حكم نزار بإعدامه. ماذا يؤكد أن لاروفيك عمل مع الكسوف؟ حسناً، تعذر علي سماعهما، لكنني سمعت كلمة كسوف. ليس أغرب زعم سمعته، لكن صعب تصديقه. الحديث عن الكسوف طريقة لتفادي الإعدام. إن كان علي الموت فلا يهم، لكن بتجاهل التهديد سوف يقتل آخرون. البدء من البداية. طب تعال نشوف بداية الموضوع كده. أخبرني بالضبط ما حدث. قبل أسابيع لقد تسلل بعض الدخلاء عبر البوابة ووصلوا إلى منتصف طريق الوادي. نزار لم يقم بملاحقتهم وقد ترك أمرهم للتناكث. نزار شخص صعب إلهاؤه لروحه السلام. ضيق جداول الدوريات ووبخ الحراسة وانتهى الأمر. أنا لم أتوقف عن التفكير، ليس بيننا مهمل هنا. إذن فتحت البوابة عن عمد، ولارفيك كان يتذمر بشأن الضباط، وفي هذا كان هادئا. وبعد الحادثة تصرفاته اختلفت وتوتر. لذا عندما رأيته يتسلل من الثكنات راقبته. رأيته يتجادل مع غريب حين تحدث لاروفيك عن الكسوف. حاولت الاقتراب لكن سمعاني، فالغريب قد هرب ولارفيك اندفع نحوي بسكين. دفعت عن نفسي، ثم وجدني الحرس وأنا أقف على جثته. قصة يعني ممكن تبقى حقيقية. لما لا تصدقه؟ مشطنا الغابة، بحثنا عن رفيقي لارفيك مرارا ولم نجد. انظري، كونوفر رجل صالح، وأنا أؤمن أنه لم يقتل لاروفيك. نزار يريد حقائق، ومن تبقوا يتبعونه. والحقيقة أن كونوفر قد قتل رفيقه، وهو لا ينكر. صحيح؟
لا، لكن هناك جنود كسوف أكثر. وباعتباري أن قصة الكسوف لا دليل على صدقها، فلن نسأل شخصاً ميتاً. لكن إن وجدت جنود الكسوف يعدون خطة شريرة فأعلمينا. هو ده الدليل اللي ممكن يبرأه. سمعت حاجة تانية طيب؟ في هذه المقابلة هل سمعت أي شيء عن خططهم؟ لا، لكن الحقل الذي تقابلا فيه في الشرق، قام عشرات الجنود بتفقد هذه المنطقة، لا شيء هناك. أنا أرى ما لا يراه الآخرون. لو كان جنود الكسوف في وادي الرعب سأجدهم. شكرا يا إيلوي، حظا موفقا. لا تتفائل أيها الجندي. الجندي ده كيوت أوي يا جماعة. والسجن ده سجن شرح كده، ظل من الماضي. سجن شرح يعني ايه؟ يعني شرح وبرح يعني. بص الفيو بتاعه، سجن بفيو حلو كده، المدخل بتاع الرئيس بتاع البلد اهو، والشمس طالعة وجميلة والحياة مشرقة ومنظر جبل جميل، وهو مسجون هنا. فهو ده معنى سجن شرح يعني. anyway خلينا بقى نشوف تحدث السجين تاني. اريد سؤالك عن شيء. ايه ده، في تاني؟ لا مفيش، خلاص وداع. لا تنسيني. بالطبع، وكأنها متفرغة لك. طبيعي طبيعي، السجان السجان دي معاملة السجان مع السجين. anyway نعمل ايه بقى؟ المخزون، انا عندي 6 مهارات يا جماعة لم انفقهم بعد، فخلينا عايز اوصل للثلاث سهام مع بعض دي. ايوه حلو. دي بعملها ازاي بقى؟ عشان نسيت من الجزء الاولاني. في اثناء التصويب استخدم L2 وبعدين نقر R1 لتلقيم السهم بسهم اخر. يدوس R1 وانا دايس L2. ماشي كده. لا ده مش نافع، ده حاجة تانية خالص. ممكن محتاج ان اغير القوس، يمكن القوس ده مثلا. مفروض بقى كده. لا برضو. امال ازاي بقى؟ عجيب امرها يعني. لا مش دي كده. نعبي بالار1. ما انا بدوس ار1 يا جماعه، وفي ايه؟ طب مش راضي تيجي ليه؟ طب دوس ار1 بس الاول. ابقى ار1 لوحده بيضرب. طيب سيبنا من القصه دلوقتي. خلينا نعرف هنعمل ايه. هنروح، هو المفروض نروح نعمل ايه؟ باب الموت، الذهاب الى هدفيات المسترجع من البرج. لا دي مهمه رئيسيه يا جماعه. تعال نشوف المهام. جانبية، ظلم من الماضي ليفل 7. طيب علمت عليها خلاص. الذهاب الى الحفل الحقل. اوكي ماشي، فلنذهب الى الحقل. منصة الحقل الذي رأى كارنفر فيه جنود الكسوف، اثار دم، مكان جيد كبداية. اثار دم فين دي؟ انا خايف يكون في حاجه. انا يعني مش ده دم، ده باين قوي اهو. اوكي لابد انه هنا حيث قتل كارنفر الحارس. سيخبرني مسلاتي ان كان هناك شخص ثالث هنا. قول لها يا مسلات. هو قال لها اهو. طب ايه ممكن نتتبع الموضوع ولا ايه؟ أنا كنت بوصل حتة غلط خالص يعني. آثار باهتة تقود إلى حصن الضوء القاحل. سأتتبعها باستخدام مسلاتي. لنرى أين تقودني. ربما لم يكذب كارنفر علي. أهي. ممكن نعلم عليها؟ أيوة. جرافيك يا جماعة موضوع تاني خالص يعني. موضوع مهما عدت يعني اوصف فيه، مش هوفي التفاصيل والفريمات اللي شغالة الثابتة. ولازم طبعا الاقي. فقدت الاثر، الكثير من الروبوتات تتجول. ربما اتعقب الاثار عندما اتجاوزها. طيب ندي بقى الروبوتات دي. لأجد
نزل تحت الارض على طول. خد بس خلاص، فدي واحد خلص اهو. اديني في الهارد كور يا ابن لذينه. خد الله الله الله، خد 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 في ديرك. ماشي، جبته قبل ما يختفي. لا ده هيطلع لي تاني، هيطلع لي تاني. خد موت 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 بس خلاص. مات مات. ليوجا بخيرة. تعال نديك واحدة مانيوال كده. خد. ازاي ضربني بقى؟ ازاي ضربني؟ ده انا عامل فيه كومبو. بس خلاص شكرا. خلاص خلاص يا مزيكا، خلاص يا مزيكا. في صندوق كده انا عديت عليه كده وايه تجاهلته وانا داخل عليهم. فين كان؟ ورا شجره اهو. طيب مسلط، شو ده؟ ده مخزون امدادات منقب برضو. هو ليه مش ازاي مش بيطلع الحاجه اللي المفروض الاقيها؟ طب نمشي قدام شويه. طيب دماء الكثير منها. طب نعلم على الصندوق. طيب ينفع فيد مادي بس نعينه عشان يظهر لي حاجه تانية هنا؟ وفي حاجه هنا اصلا. ايا كانت هويته، هذا الروبوت مزقه. ماشي، من السهل تعقب اثار الدماء بمصلاتي. ماشي، فين بقى؟ تحديد الأفر. خلاص إنها متجهة إلى الجسر. هدي الأول بس. هات اللي تحت ده. وضع أحدهم مرصادا هنا. ضمادات. حاول معالجة جروحه. أنت بتشوف إيه؟ بتشوف إيه يا إيلوي؟ تعقب أثاره. اديني ده كمان. ده هي كانت بتبص على حاجه فوق غالبا وهي بتقع تحت. فايه دي بقى؟ ده دم اهو. ايوه يحتضر. يحتضر ازاي بقى؟ يحتضر على حد علم انها يحتضر يعني. وبعدين يعني ايه يتسلق الكهف؟ يتسلق الجبل او يتسلق اي حاجه. بس ازاي هو في ازاي يتسلق الكهف؟ انا عايز افهم. حد يا جماعه فهمنا يا جماعه يتسلق الكهف ازاي؟ نط هناك. ايوه يا عيني عم مزيكا. يتسلق الى الكهف. كفايه فزلكه، كفايه فزلكه، خليه في المشي. المهم بقى هي ايه يعني؟ انا مش مدقق لغوي عشان اقعد ادقق في الترجمه، بس في بعض الحاجات بتلفت نظر يعني، فبتساءل انا يعني وبسالكم يا جماعه اذا كان عندكم نفس الانطباع زي ولا ما عندكمش. اه
في هنا؟ مخزن قديم، مخزن حمولات داخلي محمي بغطاء معدني صادق يمكن زحزحته باستخدام عتلة او بتأثير قذيفة. اوكي هذا جديد، كانش موجود قبل كده في اللعبة يا جماعة. كان في، انا فاكر في حاجة تانية شفتها وحلقت لها ولا ايه؟ ماشي يا لوي ماشي، هو بغض النظر انك بتفتح العتلة من الناحية التانية بس ماشي هفوتها عادي. الهود او الكبوت ماشي جديد يا جماعة. نقطة اللوت دي يا جماعة يعني حاجة اضافة لطيفة في الجزء التاني. في واحدة ايه برضو ماشي، سأخذه من مخبئي عندما احتاج اليه. ما تاخدي البتاع ده ماشي، نتسلسل بقى ده الى الداخل. لكن لا نثق بالعود العربي، لم يظهر عند نقطة اللقاء، لذا فإن الحارس قتله أو فقد أعصابه. فلنشق طريقنا عبر البوابات. وماذا بعد؟ كان رياد الرابط بيننا وبين فيزا، والآن قد مات. سنتعاقب فيزرا إن لزم، يجب أن نتجاوز. لابسين اليونيفورم والماسكات بتاعت المنشقون يا جماعة اللي شافوني بلعب لعبة داينج لايت 2. ادي ده الأول، نعبي ده بس ونعبي ده ونعبي تاني بس هاكله كده في اللذيذ. تعال نتسلل لده من ظهره. ماذا لو تحدث لاروفيك وترقب وصولنا؟ ماذا ان كنت بسبحك الان؟ اتركه للزنادقة. الزنادقة ماشي، الباقي فين؟ طب بظهره برضو بيمشي كده. لو فقط قابلنا فازرة فيما سبق. لن يفيد البكاء الآن. ماشي. انت واقف شكلك بتتحركش. أتعتقد أن بيزرا وجد مكانا جديدا غربا؟ يعني حركات الجديدة. ضرب وشه ده تقريبا. انت هتجيلي هنا صح؟ بعد كده تلف وترجع. تفقدوا المكان، اصرخوا اذا رأيتم شيئا. اصرخوا ضعيف ضد البتاع، وناخد لهم البتاع ده يا جماعة. ده هيبقى فعال معهم غالبا. ما تتحرك يا عم الحاج، متتحركش ليه ده؟ تعال نجيب صخرة كده نرميها عليه. من هناك؟ ايوه بقى هاتي دي. ده في حوار هنا ماشي، هبص عليك بعدين. دول كتير يا جماعة بالعتلة. في حاجة هنا برضو انا مخدتهاش لسه، الكائن الغريب ده ماشي. ما تطلعي لوي، مش هتطلعي ليه؟ واسم الهدف، انا عايز وشه ضرب ظهره يا جماعة. الغرب موقع خطير، انه مكان مناسب لان نلقى فيه قدرنا. هات الصخرة دي. لا انا عايز الصخرة. روح هناك كده. بس شكرا يا جماعة، في تحديث عظيم في الستيلف بصراحة. اللعبة بقت
الستيلث بتاعها بقى متطور جدا يعني. هديها ليلت ولا ايه؟ ليلت صح؟ ومبروك يا جماعة، ده أول ليل يجي لنا في لعبة هورايزون. ادينا صخرة. بص وراك كده عشان اجي لك دلوقتي. يا عيني يا عيني على الحركات المستقلة الجميلة. هذا مريب، صرت سجينتي انت. انت شفتني ها؟ بس خلاص 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 اتفرم اتفرم. هناك المزيد من جنود الكسوف وراء وادي الرعب، ان كان راياد السلطة الوحيدة بهم فربما لديه مصلات سيخبرني بمكانهم. هذا هو راياد. تفتيش المخبأ. اثار الدماء كانت له، نزف اثناء وصوله. طيب قبل ما عين الجفة وخلاص حتة دي، تعالى بسرعة كده نفتش المكان. ترى مفيش حاجة، خلاص انا المكان كله تم مسحه. خلينا نروح بقى نشوف الجثة. كنت محقة، راياد لديه مصلات. جنود الكسوف، ان كنتم ترون هذا، هذا يعني أنكم غادرتم مملكة الشمس بحثاً عن شيء تتبعونه. رحلتكم كادت أن تنتهي، ضعوا الشمس خلف بوابات الضوء القاحل واستلقوا في فخر الاجتياح المستقبلي. إمبراطورية تنتظركم. ماشي، زيارة فزر هذا وتدمير إمبراطورية الكسوف قبل أن تبدأ. هناك احداثيات خارج الضوء القاحل. طب ما احنا عينا الجثة اهو، نعمل ايه تاني يا جماعة؟ صايب مشوز اتطورت اهو يا جماعة. كواليتي دليل على براءة كانفر، سأخذه الى الضوء القاحل. ماشي، نرجع بقى لكونيفر تاني. العودة الى كونيفر بالليل بقى يا جماعة. سيبيرو اكي برضو، انا رأيي ان بصراحة اللعبة اتطورت كتير. الصايب ميشنز او المهام الجانبية بقت يعني فيها قصة وفيها حوارات واداء سينمائي، ولا في واداء صوتي احسنوا شوية. اختيار الناس، كانوا بيجيبوا ناس كتير بتسمع المرة اللي فاتت ما عندهاش اي اداء تمثيلي على الاطلاق، ولكن المرة دي تجاوزوا هذا الخطأ وعملوا تطور كبير قوي قوي يعني. بصراحة انا اشهد لهم يعني انا عايز اخد البتاع اللي فوق دي، اشهد لسوني بصراحة التطور الكبير ده، هي ومطورين جوريلا. اشكرهم على هذا المنحكة، التنوع الطعام تعزيف متنوعة. ماشي، اشكرهم على هذا التطور الكبير يا جماعة، شابو. شوفكوا بقى ايه هناك. طيب ورجعنا بقى مساء يا جماعة للشاب السجين. تعال نشوف بقى شاب اثبت براءته. خلاص هو فين؟ اوكي، ممكن يطلع هنا على طول؟ لا مش ممكن. طب نجرب تاني؟ لا مش ممكن برضه. طيب لا بقى، لا بقى، تعالى يا ابني خرجوه يا ابني. ايه لهوي، وجدت شيئا؟ هاربوا الكسوف على الجانب الاخر من الغابه، خططوا لشق طريقهم للضوء القاحل. ساعدت بإنقاذ أرواح إيلوي. إنني أصدقك، لكن باقي الضباط لن تقنعهم كلماتك وحدك. إن أرادوا دليلاً أرهم ذلك،
وأخبرهم أنه خاطر للكشف عن جاسوس الكسوف والتخلص منه. ها، أظن أنك منقذته. تهانينا يا جندي، إنك حر. سأخرجك قبل الغروب. سوف أوصله إلى المعنيين. هذه نهاية الكسوف؟ بالكاد. هؤلاء المتسللون من عبروا الضوء القاحل منذ أسابيع، قائدهم خطير. إنه طليق في الغرب المحظور، يكون جيشاً. لا أصدق ستوقفينا، صحيح؟ سأحاول. أريد المساعدة لأقاتل. أعرف هذا، لكنك عانيت، وبمجرد خروجك استمتع بحريتك. تستحق. اقضي عليهم. الله عليك يا لويا منقذة. اكتملت مهمة ظل من الماضي وخدت نقاط خبرة ومهارات وحاجات حلوة كتير. عندي 7 مهارات عظيمة والله. تعالى بقى نزود بقى ايه، نخش في المحاربة. تعالى نحوط الكلام ده يا جماعة. دي مدة المشحونة تظل اهداف محفزة وقتا اطول. اولا يمكن ضرب العدو بهجمات اشتباك لزيادة الطاقة في الرمح، حينها عند الشحن الكامل يجب النقر على R2 لتحفيز الهدف، واخيرا الانتقال الى القوس ثم اضافة الهدف بالطلقة لحق ضرر كبير. ماشي، ما دي كانت عندي افضل. بس كده مستوى 1 بقت ليفل 1. فرصة الاصابة الحرجة 35%. وريه شكل كده، وريه شكلها كده. اوكي، ضرر الاصابة الحرج 10%، ضرر الاصابة بلس 75%. اوكي، ده عدد كويس جدا بصراحة. تجهيز ماشي. عرض المستوى التالي 100%. فرصة التقنية السلاح بلغة الخطورة هي بس النسب بتزيد متهيألي يعني. طيب نروح اللي بعدها، نفتح محاربة برضو. انا عندي دلوقتي هنا صح، دول متهيألي دي هي ليه دي بس اللي منورة. تعال نشوف كده بقى. التعزيز الحاسم، معزز بوضع خاص في المصلات للحصول على فرصة اكبر لإلحاق اصابات حرجة وزيادة ضرر الضربات الخطيرة. ماشي حاضر، نعمل كده. ناخد دي كمان. لا دي عايزة خمسة بوينتس. طيب ممكن نشوف دي ايه. دي التفجير الرنان، الحق ضرر كبير بتفجيرات رنانة. مش لما اعملها الاول قبل تبقى رنانة. انا لغاية دلوقتي يعني ما جاتليش ولا مرة في اي فايت. طب تعال نشوف دي. ضربة القوة، ضربة قوة يجب الضغط بالسماعة الارتو لشن ضربة. ضربة قوة يجب التفجيرات لشن الضربة. دي اللي هي ماشي يعني، ساعات بستعملها مع انها ساعات يعني بتبقى بطيئة بس فعالة. طب تعال نشوف حاجة تانية. دول ما عملتش حاجة يا جماعة. نصب الفخاخ على نحو أسرع، يمكن تحديد فخ من معدات الصياد باستخدام طب ماشي. دي واحد، خلينا نملاهم شوية كده معايا. 3 الصنع الذكي، صنع أدوات وفخاخ وجرعات على نحو أسرع. 2 ودي جمع خردة ماهر، استعادة موارد أكثر بجودة أعلى عند تفكيك الفخاخ وأسلاك التعثر. ماشي بس خلاص كده. نذهب بقى إلى الميشن القادمة، مهمة فرعية جديدة في ظل الغرب. أوكي، جات لي منين دي بقى؟ بس دي بعيدة، دي على بعد 2300. دي فين دي مكانها؟ بص على مكانها يا جماعة. يا الله، دي أبعد من المهمة الأساسية أصلا. طيب دي اللي بنعملها بعدين لما نروح المهمة الأساسية. خلينا نروح دي دلوقتي. دي اللي اسمها ايه بقى؟ مهام جانبية رئيسية نشطة. لا جانبية، روبوتات بريسل باك. دي خلاص، نذهب الى تفتيش غرب المحجر بحثا عن روبوتات بريسل باك. التحدث الى حاكم كارجا. دي تماما بقيت ميشن انا كنت مخلصتهاش اعتقد يعني. خلينا نشوف كده فين، بس مشاور فين. دي برضو بقيت مش مخلصتهاش. اوكي، ما المفروض نروح نعملها والله ممكن نعملها دلوقتي قبل ما نخش عادي على طول. نقفل الورانة الحاجات اللي ما تقفلتش. تعال نعملها، يلا بينا.